حضراتكم تاني حاجة الحقيقة أنا بشكركم جدا جدا على اللي حصل في حلقة امبارح. حلقة امبارح كان في برنامج سهرة مع كان معايا النجم الكبير الكابتن محمد بركات، وبعد كده بشوية دخلنا كابتن سيد معوض، وكانت الأمور جيدة جدا جدا جدا، ردود أفعال كثيرة جدا وكبيرة جدا ومحترمة جدا. ولكن على فكرة مش مجهودي لوحدي، عشان بس الناس عمالة تبعت لي تقول لي، لكن مش مجهودي لوحدي، انا عندي حوالي سبعة او ثمانية اشتغلوا في هذا الموضوع لمدة ثلاث او اربعة ايام، من ساعة ما بركات كلمني وقال لي ان احنا هنبقى موجودين مع بعض يوم الثلاث، واتفقنا على يوم الثلاث، سبعة ثمانية شغالين في هذا الموضوع. من قبلهم الحقيقة الناس اللي عملت التقارير، الناس اللي كانت واقفة ورا الكاميرات، كل حاجة كل حاجة، مش اسلام لوحده، اسلام ده اللي بيطلع في الاخر قدام حضراتكم. لكن احنا ورانا طابور الحقيقة، كل واحد فيهم شاف شغله على اكمل وجه، على اكمل وجه، بداية من الدكتور محمد العدل لغاية اصغر واحد، قناة كلها الحقيقة. فسعيد جدا بردود الافعال، بشكركم جدا على ردود الافعال اللي حضراتكم بتبعتوها سواء ايجابية او سلبية. معظمها الحمد لله كان ايجابي، ولكن حتى السلبي الحقيقة الواحد دايما بيبص عليه وبيشوف اقدر اتطور في هذا الموضوع ازاي، لانه في النهايه انا يهمني راي الجمهور، ما يهمنيش راي حد، يعني طبعا يهمني راي ناس كتير، ولكن راي الجمهور بالنسبه لي مهم جدا 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 الحقيقه في كل هذه الحلقات. فانا مره تانية انا بشكر حضراتكم بجد، يعني لانه امبارح محمد بركات او اسال بركات ترند على تويتر لمده اربع او خمس ساعات، ترند على تويتر مصر او رقم واحد على تويتر مصر لفترة طويلة جدا 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 في ظل أشياء أخرى كثيرة، ولكن اسأل بركات ترند على تويتر امبارح طول وقت الحلقة، مع إن أنا ما قريتش غير شوية صغيرين. فأنا بشكركم، لأنه هو ده جمهور النادي الأهلي، لما بيعوز يعمل حاجة بيعملها. جمهور النادي الأهلي لما بيبقى عايز حاجة بيعملها. برضو في إطار حلقة امبارح، لأنه زي ما حضراتكم عارفين بركات من اقرب الناس ومن اعز الناس لقلبي ومن اعز الناس لقلب كل الاهلاويه. انا بشكر جدا النجم محمد بركات على وجوده معانا امبارح، بشكر جدا النجم سيد معوض على وجوده معانا امبارح، بشكر الكابتن وائل جمعه، النجم وائل جمعه الحقيقه اللي دايما ما بيتاخرش علينا خالص خلال الفتره اللي فاتت، وايضا النجم عماد متعب.